بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن الكفتة بالبطاطس، حلوة قوي وجميلة جدا ما شاء الله. مش قادرة اقولك الريحة عاملة ازاي، يعني بصوا الولاد كلوا منها قبل ما اصورها، جميلة جدا ومفيدة وفيها كل يعني كل الفيتامينات، فيها خضار وفيها لحمة وفيها بطاطس وكل حاجة حلوة. تقدري تعملي جنبها رز بشعرية او رز ابيض وتبقى وجبة جميلة جدا. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. متنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة وكم تاكل حلو. هنسمي الله يا حبايبي دلوقتي، هنعمل مع بعض احلى كفته كده على الطريقه التركيه بالبطاطس، حلوه جدا وتكون شكلها كده يفرح كده، يعني في المناسبات او لو عامله مثلا عزومه شكلها بيكون حلو قوي. انا هنا معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، تمام. هنزل ايه بقى، هنزل بصلتين كبار كده مفرومين ناعم، يعني لازم يكون ايه مفروم ناعم كويس جدا، تمام. طبعا هعجنها كويس جدا، بس انا بقلبها كده لغايه ما نحط بقيه ايه الحاجات بتاعتنا. معايا هنا ملح، معايا توابل، سبع بهارات، ومعايا فلفل وكمون وبابريكا، ومعايا ملح، تمام. بسم الله ما شاء الله، بسم الله. طبعا لو عندك حزمه بقدونس قطعيها ناعم قوي الورق بس وحطيه. طبعا احنا يومين عيد وكده، ما عنديش للاسف بقدونس. ومعايا هنا معلقتين كبار من البقسماط الناعم، تمام يا حبايبي. هعجنها بقى كويس كده. كمان هتحطي ايه تاني يا سماح؟ هحط كمان بيضه، يا سلام. هحط كمان بيضه بتساعدني ان هي ما تفكش معايا، تمام. هعجنها بقى كويس جدا واوريها لكم دلوقتي. حبايبي اهو بعد ما عجنتها كويس جدا، بصوا ما شاء الله لما تحطي فيها البقدونس بيديها كمان لون حلو قوي. هعمل ايه دلوقتي كده، هبتدي كده اديها قرص، اعملها زي الهمبرجر كده قرص كده اهو، عشان احطها في التلاجة كده تشمع شوية. بصوا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، تمام. اهو تقريبا كده على قد ايه البطاطس ترانشات، هوريها لك دلوقتي. طبعا بقى من حساب ان هي بتكش فما بصغرهاش قوي، تمام. بسم الله تمام. هكمل كده باقي الكميه دلوقتي حبايبي كده. بعد ما حطيت الكفته كده في الثلاجه علشان تتشمع كده، هعمل ايه بقى، اجيب طماطم تكون جامده شويه. بصوا جامده كده وحلوه ازاي، اللي هي بتبقى عامله زي البلح دي، وايه وهقطعها كده طرنشات، بس ما تكونش خفيفه. بصوا حبايبي السمك بتاعها اهو، تمام. بيكون شكلها حلو جدا وطبعا مميزه جدا. ممكن تعملي جنبها، ممكن تعملي جنبها رز بشعريه او رز ابيض زي ما يعجبك. تمام. ممكن اقطع جنبها ايه كمان، فلفل رومي برضو ترانشات بيديها لون حلو قوي.
الطرنشات كده بيكون حلو برضو. الاكلات السهله والسريعه جدا في الصيف، مش بتحتاجي ان انت تقعدي كتير في المطبخ. تمام، معايا البطاطس كمان، بصوا مقطعها ايه طرنشات سميك، يعني لا تخينه ولا رفيعه، مش تخينه قوي ولا رفيعه قوي، بصوا ايه. تمام، يلا بينا نشوف بقى هنكملها ازاي. دلوقتي حبايبي دلوقتي جبت البيركس بتاعي اهو، وهعمل ايه بقى، هنزل كده بطماطم على فلفل على بصلايه صغيره، اعمل فرشه كده صغيره تحت كده، طبعا حط لها رشه ملح. تمام، عشان تديها ايه ريحه وطعم حلو قوي. هبتدي بقى كده ارص الكفته بتاعتي، اجيب بطاطسايه ماشي، احط لها كده سناده كده، اعملها زي سناده. تمام، وزيت الطماطم وادي الفلفل. تمام اهو، ترسيها ايه كده بالشكل ده. طبعا الكفتة بتكون شمعت معايا شوية علشان تقدري تتحكمي ايه فيها. ادي فلفلاية، اكرر كده بقى ايه العملية دي كده لغاية ما افرش الصينية بتاعتي. بالشكل ده، بصوا شكلها حلو قوي، تحفة. ادي فلفلاية، شايفين الشكل حلو قوي. اعمل بقى كده كل الكمية واوريها لك. ايه رأيكم بقى يا جماعة، شكلها تحفة جدا صح، جميلة جدا جدا. تقدري تعمليها كده في العزومات وانتي تكوني كده في غاية الانبساط. هنعمل ايه دلوقتي بقى، هجيب كده معلقتين من صلصة الطماطم. تمام، عشان اسويها بقى كده معاكم، معلقتين كده كبار كده محترمين. تمام تمام، وهنزل كده بكوباية مية مش كتير والسكر، هنزل كده بملح برضو مش كتير وفلفل اصفر. تمام، هدوبه كده جميل جدا. اجيب الطبق بتاعي وانزل بيه كده اهو، بسم الله. طبعا مسخنه الفرن بتاعي، بسم الله ما شاء الله. طبعا البطاطس مع الفلفل مع الحاجات الحلوه دي مع ريحه الكفته بتديكي ريحه حلوه قوي، حاجه كده محترمه يعني، شغل فنادق. وكمان زهقنا من صينيه البطاطس يا بالفراخ يا باللحمه، جربيها كده هتعجبك جدا. دلوقتي حبايبي كده خلاص، بعد ما ظبطناها سوا هنزل ايه، هغسل كده ورق فايل. تمام، ربع ساعة كده بس واقفل الورق من عليها عشان ياخد ايه، تاخد لون. تمام،
نغسلها كويس قوي. ويلا بينا على الفرن. بسم الله ما شاء الله كده خلاص خلصنا معاكم صينية الكفتة بالبطاطس، حلوة جدا وبسيطة، مش قادرة اقولك سهلة ازاي. بصوا الرصة يا جماله يا جماله، حلوة قوي، ما خدتش اي وقت وبسيطة جدا. من نص كيلو لحمة تقدري تعملي صينية كبيرة كف عيلة ما شاء الله. والريحة حلوة قوي، فيها كل المكونات، فيها يعني يعتبر يعني وجبة متكاملة. تقدري تعملي جنبها رز ابيض، رز بشعرية، وبالف هنا وشفا يا رب. متنسنيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة، وكومنتك كل حلو. يلا باي باي.